اسماعيل عم يجرب يلعب على مايك، بيعمل فايد اواي رائع عشان ريبون لكريس دانييلز. شالون شورتر، حلو كثير الموف، حلو كثير الموف يا شورتر. مايك هاريس بطلع الطابه لبرا، تسديد شورتر بدف عليه ثانيه. مايك يمروا على البيس لاين، طابه عم تبرم، اوبن شوت لكريس دانييلز. مكرم بس من مكرم بيخترق بمر لاسماعيل، اسماعيل بياخذ التسديد ستول شالون مايك تسديد كمان جو عبد النور بيتردد بمر الامير، امير ما بيتردد ابدا بتسديد سوليزي. قد ايه مركز فريق الرياضي بدفاعه بهالمباراه. طابع عم تبرم عبد النور، يستلم مكرم بصعوبه، مكرم بطلع الطابه لبرا عند اسماعيل يلي بياخذ تسديد سوليزي. سكرين من اسماعيل، والتر هاجي بيخترق بمر لكريم، كريم بياخذ التسديد سوليزي. ريبوند ثالث لوالتر هاجي يلي بيروح على السله. مش معقول مش معقول يا والتر. اسماعيل هو اللي عم يسدد يا اسماعيل. يا اسماعيل شانون شورتر بيخترق بمر لبرا عند جو عبد النور يلي بياخذ تسديد سوليزي. بمر عند اسماعيل، كمان اسماعيل بياخذ التسديد. لا لا الفريق مبدل هالمره، الفاست بريك لصالح الرياضه 3-1. امير بمر لكريس هايك وكريس هايك جوكشون بعد عنده 7 ثواني. كريم بسدد على الارض تسديد سوليزي. بيقتل عم بيدافع عم بمرر وعبد النور بيرجع كريم، لكن في اوفنسيف ريباوند جديده لصالح فريق هوم انتمان. ساميا هايك بطلع الطابه لبرا تسديد بطريقه غريبه، ساميو بيخسر الطابه والقصاص مرر لاسماعيل. علي محمود بيقطع الطابه. فاست بريك، لاحظوا الفاست بريك المثاليه. فاست بريك عنده بعد 5 ثواني. اسماعيل بيعمل فايد اواي بسجل اسماعيل. امير سعود، امير بياخذ التسديد الثلاثيه بسجل. سباكت انجيان بمر لكرم، كرم بسدد على الارض والمشرف بسجل.